وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، من مغربها يعني حتى آخر الدنيا وآخر القيامة. رواه مسلم. هذا دليل على أن من أذنب عليه أن يتوب، وأن باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة، فلا ييأس الإنسان من رحمة الله.